أنت الآن في حديقة وايلد لايف واندرلاند، هذا المكان المهجور المذهل. أقفاص الحيوانات هنا مليئة بالعشب، والمنازل الصغيرة هجرت منذ زمن طويل وأصبحت مغطاة بالعفن وشبكات العناكب. وبينما تسير في مبنى مظلم ترى أمامك توهجاً أخضراً، لتدرك أنه خزان ماء كبير بداخله مياه خضراء قديمة. لكن ما سيجذبك إليه؟ ظل سمكة ضخمة. لقد عثرت للتو على سمكة قرش بيضاء كبيرة وضعت في محلول الفورمالدهايد، مما حافظ عليها بشكل كامل تقريباً. عام 2012 أوقفت وايلد لايف واندرلاند أعمالها في استراليا، ونقلت كل الحيوانات من هناك، لكنهم نسوا سمكة القرش. في عام 2018 زار المستكشف الحضري لوك ماكفيرسون هذا المكان المهجور، ونشر مقطع فيديو لسمكة القرش المحنطة. حصل الفيديو على ملايين المشاهدات، ومنحت سمكة القرش اسم روزي. ومنذ ذلك الحين جذبت الحديقة العديد من السياح. لسوء الحظ كان من بينهم بعض المخربين. تعرض حوض السمك للتخريب ورسمت عليه رسومات الجرافيتي. طالب الناس بالحفاظ على هذا الاكتشاف غير العادي. وبعد بضعة أشهر بعدما دمر حوض السمكة بالكامل تقريباً، نقل حوض السمك إلى مركز أحد المعارض، وهناك رمم الحوض وجدد السائل الذي بداخله للحفاظ على مظهر سمكة القرش. المكان المهجور التالي مخيف جداً، وربما هذا السبب وراء جذبه للكثير من الزوار. وصلنا الآن لجمهورية التشيك، وبالتحديد قرية لوكوفا الصغيرة. هذه القرية الجميلة بمنازلها الصغيرة وشوارعها المريحة وطبيعتها الخلابة. سترى فجأة بين الأشجار ظلاً لكنيسة قديمة يوحي مظهرها بأنها مهجورة منذ زمن. الطوب قديم وطلاء الجدران باهت والسقف معدني صدئ. يبدو المكان مخيفاً بعض الشيء، لكن لا يمنعك هذا من الدخول. لو استكشف أحدهم هذا المكان ليلاً لهرب وهو يصرخ من هول ما سيراه في الداخل. يوجد في الكنيسة رعاة يجلس معظمهم على مقاعد ويقف البعض الآخر، لكنهم لا يتحركون لأنهم تماثيل من الجبس. لكن الأكثر رعباً أن كل تمثال مغطى بغطاء أبيض. عام 1968 بدأ سقف الكنيسة يتعفن وانهار في النهاية، فتوقف السكان عن المجيء إلى الكنيسة. في عام 2014 صنع أحد الفنانين بعض التماثيل من الجبس ووضعها هناك ليبدو البناء كأنه مسكون بالأشباح، وقد جذبت تلك التماثيل السياح من جميع أنحاء العالم، مما ساعد في جمع الأموال لترميم الكنيسة الصغيرة. تصل الآن للولايات المتحدة، تسير على طريق فاشون السريع. يوجد على جانبي هذا الطريق غابة كثيفة. وصلت إلى موقف الحافلات وترجلت من السيارة، لكن عليك الذهاب للغابة لرؤية الشيء الغريب الذي سمعت عنه. تبدأ بالتجول بين الأدغال وفي مستنقعات الطين وبين الأشجار، وإذ بك تصل إلى وجهتك. في البداية لا ترى شيئاً مميزاً، لكن بعد القليل من البحث تعثر على دراجة حمراء صدئة داخل إحدى الأشجار حرفياً، وقد أصبحت جزءاً من الغابة. تبرز العجلات والمقود للخارج، وما تبقى موجود داخل الشجرة. ترجع قصتها إلى عام 1954، عندما حصل أحد الفتية في المنطقة على دراجة هوائية، لكنه لم يهنأ كثيراً بهديته، فقد كانت الإطارات رفيعة وقاسية، وبدا المقود شبيهاً بدراجة ثلاثية العجلات لطفل صغير. وذات يوم ذهب الصبي إلى الغابة للعب برفقة أصدقائه، ولم يكن لديه سوى تلك الدراجة. وعندما حان وقت العودة إلى المنزل، ترك الصبي دراجته قرب الشجرة التي واصلت نموها، وأصبحت الدراجة جزءاً منها.
لنغادر الأماكن الباردة والمظلمة ونتجه مباشرة إلى وسط جنوب صحراء كاليفورنيا، فأشعة الشمس حارقة ولا شيء هنا سوى الرمال والأعشاب الجافة، وترى بعض الجبال من بعيد. مرت ساعتان على وجودك هنا، فتشعر بعطش شديد وفجأة ترى الماء. أهذا السراب؟ تتجه نحو الماء آملاً بأن يكون حقيقياً. أجل، هذا ماء حقاً، لكنه ليس بواحة. يوجد هنا في وسط الصحراء بركة سباحة مجهولة. كم من الممتع القفز بداخلها. يطلق على هذا الحوض اسم سوشيال بول، وقد شيدت على يد أحد الفنانين في صيف 2014. بلا شك يمكن لأي أحد استخدام هذا الحمام، ولكن للأسف لن يتمكن الجميع من العثور عليها. أسوأ الحظ، لم يتبقى منها سوى هيكلها. لسوء الحظ، لا تحتوي الأماكن المهجورة على أشياء مخيفة وغريبة فقط، فيمكن لبعض الاكتشافات أن تجعل من وجدها ثرياً. نتجه الآن إلى منطقة الأضواء الحمراء في بيغال في مدينة باريس. إنها منطقة سكنية ولا يبدو شيء مهجوراً. تذهب إلى أحد هذه المنازل وتلتقي أشخاصاً عند المدخل يتحققون من صندوق البريد. تصعد الدرج وتتوقف عند باب أحد الشقق المتداعية، ثم تفتح الباب وتدخل. يذكرك ما تراه هنا بمشهد مخيف من فيلم عن منزل مسكون. كل الأثاث والديكورات قديمة من القرن الماضي. تبدو الشقة بأكملها وكأنها أثرية، وعلى كل شبر من هذا المكان طبقة سميكة من الغبار. ترى دمًا قديمة مخيفة وألعاباً ملقاة على الأرض وعلى الطاولات. أضف لهذا المشهد موسيقاً مخيفة من صندوق الموسيقى، وستحصل على مشهد رعب متكامل. تشعر في هذا المكان وكأنك عدت بالزمن لقرن كامل، وهذا صحيح إلى حد ما. انتقلت مالكة الشقة منها في أربعينيات القرن الماضي، ولقد تركت كل شيء بها. بقيت الشقة على حالها 70 عاماً، إلى أن عثر عليها عام 2010، عندما بدأ الناس بتقييم ممتلكات صاحبة الشقة التي عاشت في مكان آخر ولم تخبر أحداً عن هذا المكان. وعندما فتح المثمنون الشقة، وجدوا لوحة للفنان الإيطالي جيوفاني بولديني رسمها في القرن 19، وقد بيعت هذه اللوحة ب2.5 مليون دولار. سنذهب الآن إلى صحراء أخرى، وهذه المرة في ناميبيا. يوجد هنا بين الكثبان الرملية في مكان ليس ببعيد عن ساحل المحيط بحيرة جافة وسفينة قديمة غارقة نصف مدفونة بالرمل، أو هذا ما تبقى منها. يبلغ عمر هذه السفينة البرتغالية حوالي 500 عام، وقد أبحرت أصلاً من لشبونة عام 1533، واختفت بالقرب من إحدى مدن مدينة تعدين الماس في ناميبيا. عند المشي بين الحطام يمكنك العثور على أجزاء من السفينة تعود لتلك الفترة، لكن الأكثر إثارة هنا صندوقاً من العملات الذهبية. تقدر القيمة الصافية للسفينة بأكملها، بما في ذلك الكنز الثمين، بأكثر من 12 مليون دولار. اكتشف الجيولوجيون الحطام عام 2008، ولم يعثروا على الكنز إلا بعدها ب8 سنوات. تسير الآن في شوارع نيويورك ماراً بزقاق مهجور مظلم، فترى بعض صناديق القمامة وتلاحظ لوحة قماشية بارزة من إحداها، فتخرجها من بين النفايات وتجد أنها لوحة مرسومة. الصورة غير واضحة جداً، لكنها تبدو جميلة، فتشعر بأنها قطعة فنية ولا تنتمي للنفايات، وتقرر أخذها إلى المنزل. تحاول بعدها ل4 سنوات معرفة شيء عن هذه اللوحة، وفي أحد الأيام ترى موقعاً عن الأشياء القديمة على شبكة الإنترنت، فتكتشف أن هذه اللوحة تحفة فنية مفقودة تبلغ قيمتها 1 مليون دولار. هذا ما حدث عام 2003 مع سيدة من نيويورك.
عندما وجدت اللوحة في صندوق للنفايات فشعرت فوراً بقيمتها. علمت المرأة أن اللوحة سرقت من مالكها عام 1989، لذا أعادتها وحصلت على 15,000 دولار كمكافأة. اسم اللوحة تريس بيرسوناهز، وهي من رسم الفنان المكسيكي روفينو تامايو عام 1970. اشتراها مالكها كهدية لزوجته، لكنها سرقت بعد بضع سنوات أثناء انتقال الزوجين إلى منزل جديد. والآن دعونا ننهي رحلتنا بأروع الاكتشافات وأضخمها. نحن الآن في تركيا، تعيش في منزل قديم منذ فترة طويلة وترغب في تجديد المكان، فتقرر التخلص من كل الأشياء القديمة، ثم تتذكر أن لديك قبو قديم لم تكن بحاجة إليه من قبل، لكنك تقرر الآن تحويله إلى غرفة. تبدأ بهدم الجدار، وإذ بك تكتشف نفقاً أسفل الأرض. تدخل النفق لتجد أنه لا يؤدي فقط إلى غرفة سرية، بل يقود إلى مدينة ضخمة تحت الأرض. كان هذا ما حدث عام 1963، حين اكتشف رجل تركي مدينة أثرية يصل عمقها إلى 18 طابقاً، يمكنها استيعاب حوالي 20,000 من السكان، إضافة إلى المواشي وإمدادات الطعام. إنها ليست مجرد متاهة من الأنفاق، يوجد فيها كنيسة ومدرسة وإسطبلات ومطابخ وغيرها من سمات الحضارة. تأسست المدينة في العصر البيزنطي منذ أكثر من 1000 عام. من المحتمل أنه قد جرى بناؤها كمأوى من الكوارث الطبيعية والحروب. ومع ذلك، فالشيء الأروع أنها ليست المدينة الوحيدة تحت الأرض، فالعديد من الأنفاق الأخرى الممتدة لعدة كيلومترات تجاورها.